الترجيع إذا كان كترجيع النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس به، أما إذا وصل إلى درجة الترعيد اللي يسمونه القراء الترعيد فهو مكروه عندهم، وهو أنه كأنه يهتز كذا، هذا الترجيع الإطالة بدون تشديد، إنما الترجيع اللي ورد في الحديث كان على ناقته عليه الصلاة والسلام، فلأنها تمشي به صار فيه نوع من الترعيد وليس أنه مشروع دائما، والله أعلم. نعم.